معنا الآن مشاهدينا من باريس المحلل السياسي رامي الخليفة العلي. أهلا بك أستاذ رامي معنا. أستاذ رامي، إلى أي مدى بالفعل هذه التصريحات التي تتحدث عن ارتكاب التصريحات الأمريكية تحديدا التي تتحدث عن ارتكاب تركيا لجرائم تطهير عرقي ضد الأكراد تحمل من الأهمية ويمكن يعني أن تؤثر في محاسبة تركيا إذا ثبت ذلك؟ ليس إلى حد بعيد، لا شك بأن الموقف الأمريكي مضطرب فيما يتعلق بالأوضاع في شمال شرق سوريا في منطقة الجزيرة السورية. لولا الغطاء الأمريكي لما استطاعت القوات التركية والميليشيات المتحالفة مع النظام التركي الدخول في هذه المنطقة، وبالتالي الانسحاب الأمريكي من الشريط الحدودي ما بين تركيا وسوريا هو الذي سمح بتقدم القوات التركية، وهو الذي سمح بإنشاء المنطقة ما بين رأس العين وتل أبيض، طبعا بخلاف ما تريده تركيا التي تريد أن تكون المنطقة أوسع من ذلك كثير، ولكن الغطاء الأمريكي ربما هو الذي سمح. الآن طبعا هنالك مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى للرد على الأصوات الداخلية التي تنتقد بشدة الجانب التركي، وبالتالي للقول أن الحكومة الأمريكية ما تزال تعارض السياسة التركية في هذه المنطقة. والمسألة الثانية، هنالك عناصر خلاف ما تزال موجودة ما بين واشنطن وأنقرة في العلاقة مع روسيا، في توجهات السياسة الخارجية والسياسة الداخلية في تركيا، وبالتالي ما تزال هنالك الكثير من الملفات، ويمكن استخدام بعض النقاط للضغط على الجانب التركي. الآن ربما السؤال الأهم، كيف سوف تغير هذه التصريحات من المعادلة على الأرض؟ لا أعتقد أن هنالك تأثير كبير على ذلك. طيب، هذا ليس الحديث الأول طبعا، ولكن يعني الأكراد لطالما اتهموا تركيا بالقيام بمثل هذه الجرائم، جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي. هل يمكن أن يؤخذ هذا الملف إلى المحاكم الدولية؟ الحقيقة ربما إذا استندنا راوية إلى المواقف الأوروبية على وجه التحديد، باعتقادي أن هنالك هامش تستطيع من خلاله المنظمات الدولية الحركة، باعتبار أن هنالك تأييد من عدد من الدول للانتقادات الموجهة إلى الجانب التركي، وهنالك معارضة للتدخل العسكري في منطقة الجزيرة السورية، منطقة شرق الفرات، وبالتالي من هذه الزاوية يمكن بالفعل التحرك على المستوى الدولي. ولكن هذا التحرك الحقيقة إذا ما كان هنالك توافق دولي أو على الأقل غض نظر لما تقوم به تركيا في هذه المنطقة، كما تعلمين فإن تركيا قامت بالتفاهم مع الجانب الأمريكي الذي سحب قواته، ثم قامت أيضا بالتفاهم مع الجانب الروسي الآن في الاتفاق الذي جرى ما بين الطرفين. يبقى هنالك الموقف الأوروبي الذي ما زال معارضا، وبالتالي يمكن أن تتحرك بعض القضايا ضمن القوانين الوطنية. هل يمكن أن نصل إلى تحويل ملف تركيا إلى المحكمة الدولية أو إلى منظمات دولية؟ باعتقادي أن هذا صعب للغاية، لأن الأطراف الدولية الفاعلة في هذا المجال ما تزال تغض النظر عن ما تقوم به تركيا والفصائل والميليشيات المتحالفة معها. نعم، أشكرك جزيل الشكر. كان معنا من باريس المحلل السياسي رامي الخليفة العلي.